بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ريال مروين دعال لدى أدونك مالو البوات كجوكتان ويكركر يساكسو دوادة ورباهنتي نكوبها ودي ساوتن ميديا كوبرايشن ومرو البوات كيشان ورق حقيقوين كاه سياسة دا ازديدن يكوى إساقل إسرا سباين يجيسك أفريكا يمد عالم كبا سراها فيلا صوماليا ايان ادي سين دورنا مانتي بلس لكن براه بلشادة ايه كعسان دنكا ايه ميلان ميلان ايه قونا وحاوي مكروفرناد هده يسوق بسان ايه مانت جانيس بانسين دونا نين ورياعه وقودة شاي باش هبر قدير سليبان وعين جري قيمك ايه ضدني مدى ومدى ميلان ايه ماركيسي معني بايدابل قسو دوي باليري لحن كاسان ساري دونا درين كودان وحاوي معبولين دونا ماركا تلفون هذا أنا قارنه هذا يساق بسنة يعني سيدوك على سؤال يعني إسكو يدين دونا مركز حاجة يو سومالي لان يو مصبيح بلا سومالي مركز سرتي إذا أنت أنا نقولين وحن ربع إنا نكهر مرو سومالي لان أيان دويد وحن يدين لو ده أجنبي ده حوينا مصبيح إن هو مركز إلا يوك وسو قاري دونا معلم سو عدن كدبنا هرجيسا وكون نقن دانو كدبنا إثيوبيا وآدي دانو أدي سوابا كدبنا إمارات كوجسي جود بدانو كدبنا واشنطن مرايكن كوسي آدي دانو سؤال بري سؤال يربان إني ويدينينا مدحوين موصبيحي ما أنت برعم سوق يعني بربرم سوق جاري أو برعم كوس عضاء شاقد ده يعني وربعين ساوثن ميديا كوبريشن يتوس أو يتابسي وي سردون كنا waxaa u taagaya xarumaha villa hargeysa ee Soomaaliland waan dhex joognaa marka waxaan u maleynayaa qofna ma in kiri kado madaxweyne Muuse Biixi oo berbera soo gaaray burca ku socda ee wasiirka arrimaha dibadda Turkiga faragelinta naga daaya dhahaaya qodobkaas isaga ah markayse iyo suuqa jawhar oo gubtay baad aragteen markayse macnaheedu marka aan ka imaano أحمد عبد كاري قرقر أو أحمد حويناه جلمود جستيد يا حسن شيخ محمود حالي طاله حوي إيش أيه فرت إسك جلين قارين أذ بيقطع على من فيلا سوماليا محي كود هذلين محي إسكو دجالين هنكاجهر مرينا يا مركورة مد حويناه الدولة دميلان عبد العزيز حسن محمد لفت جرين أيو حسن شيخ محمود شمعي وعي tira saddex jeer wa fayriska iska dulqaata jumcihi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Hassan Sheikh Mahmud oo telefoon ka wacay madaxweynaha dawladda Mainland Abdul Aziz Hassan Mohamed lafta gareen wuxuu ka wacay telefoonka caadiga ah iyo telefoonka WhatsAppka loo yaqaan saddex jeer ayuu wacay laga ma qabannin سبتدي وحاقو وعي شلي هدانا خلدانين سبتبه يا حيد أفر جيرو وعي لفتا جرين تليفون كمقبانين هدابا حالي طولي أبدا عسيس لفتا جرين كوبية تومر أيو وعي حسن شيخ محمود با وعي طبعا مر مركي تليفون كاللوكو دقا يستي مركي كوبية طبنات وحا تليفون كاللوكو ديبي وكاقبطي سمسم مهد عبد الرحمن آدن قبر ليرادو أو أحمر ودع كوبات الدولة مايلان حاس كمدحويني لفتا جرين أيات تليفون كقبطي وحيكوتري ماركيس وكما هبل هبل حسن شيق تليفون كان هدا أنا هيا ماركيس معني قفكي لها إلى مجوغو ومهد سنتاي حسن شيخ مركز سيدا اللي يرينا تليفون كواء ودميي وواء وشاري هورتا حسن شيخ محمود كوبية طوان مر ايو حاليتو لو اعتمي لفتا جرين مركز كوبية طبنادنا تليفون كواء لو قدي بي سمسم ايا لو قدي بي حدا با مركز سي خميس تصوص عطا صوبتو او وعاية ومحيطة حسن بيدبو خميس تصوص عطا وحافريسان دونا golaha wasiirada dawladda Mainland ayaa fariisan doona marka ay fariistaan
waxay soo saari doonaan oo go'aamin doonaan in wixii golaha wasiirada Xamse Cabdi Barre ay meel mariyeen durraad ila doonayo baarlamaanka in la geeyo yaani doorashada qof iyo codda ah in aysan raacsanayn wax kama jiraan inay tahay ka state mailan ahaan shaqo iyo shaqo inaanay ku lahayn sidaas ay khamiista soo saari doonaan hadii qorshaha aan wax iska bedelin golaha wasiirada dawladda Mailand arrinkaasi ayuu og yahay Xasan Sheekh Maxmuud marka lafta gareen ayuu rabay inuu maarkayse ka joogso u yiraado taasi idaacadana way la wadaagi doonaan sida qorshaha uu yahay golaha wasiirada Mailand qorshihi Xasan Sheekh baa laga hor imaanaya sidoo kale bisha November sanadkan aanu ku jirno oo hadda Agoosto ah adiga laba bilood kadib bisha saddexaad lafta gareen iyo dawladdiisu doorasho dadban ayay rabaan inay qabsadaan oo aan shaqo iyo shaqo kulahayn xukuumadda federaalka Soomaaliyeed ee uu garwadeenka ka yahay Xasan Sheekh Maxmuud Xasan macnihiisu waxa uu madlan doorasho qof iyo cod ah marka doorashada dadban way dhibaysaa Xasan Sheekh Maxmuud dhanka iyo galmudugna habar gidirta qayb dani bay hoosta ka gashay qaybna waxa weeye way ka soo horka jeedaa qaybta dani hoosta ka gashay waxay leeyihiin taageer doorasho qof iyo cod ah ma ahan doorasho dadban baan qabanayna taasoo dhib ku ah Xasan Sheekh Maxmuud marka Xasan maadaama doorasho dadbanna lafta gareen uu qabsan rabo sidoo kalena golaha wasiirada khamiista soo socota dawladda Mailand ay fariisan doonaan oo ay burin doonaan wixii golaha wasiirada Xamse Cabdi Barre uu marsiiyey doorashada qofka ee codda ah iyo nidaamka guddiga loo sameynayo waxaasoo dhan iyagoo dhiir raba waxba shaqo kuma lihin taa ayuu rabay Xasan inuu ka sii hortago marka sababtaasana loogu yeeray ninka la yiraahdo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor Qorqor waxaa lagu yiri marka magaalada Baydhabo aan ku diraynaa lafta gareen aduu saaxiib kula yahay waa inaad maarkaysay soo maslaxaysaa Qorqor wuxuu ku yiri madaxweyne dhageyso niyow barnaamijkan doorashada qof iyo cod ah iyo waqtiga gaaban ee uu haray ama kuu haray suuragal may kula tahay erayada uu yiri baan kuu sheegay laftiga suuragal miyay tahay macnihii 20 bilood gudahooda dal macnihii sidaan u dhiban dhaqaale aan jirin doorasho qof iyo cod ah in dalkan ay ka hirgalayso may kula tahay adiga aqliyadaada Xasan Sheekh Maxmuud wuu xanaaqay markii sidaa la yiri bug aad buu u xanaaqay markaas kadib Qorqor nafsadiisa dulmi uu sameeyay xalay Qorqor isagana maarkayse macnihii hadal baa ka fakaday sir ah wuxuu yiri 28kii bishii Julaayo na soo dhaaftay 2024 Axmed Madow baan la hadlay ma kascad uu u sameeyay mise hadalka la galay ma ogi maarkayse Axmed Madow baan wacay wuxuu ii sheegay in maarkayse macnihii doorashadaas qofkii codka ah maarkayse aanay suuragal ahayn nidaamka Xasan qaabku wax u wadana danta qaranka aan ku jirin kana shakisan yahay isla markaasna hadda isagu shabaab inuu la dagaalamayo dagaal uu ku furan yahay shirka golaha wadatashiga qaranna inaana suuragal ahayn oo macnihii inaan kulanno hadda maxaa yeelay buu yiri shirka golaha wadatashiga qaran ajendiisa ma cadda marka Axmed Madow saas uu ii sheegay buu ku yiri Xasan uu u sheegayaa Qorqor marka doorashadan qof iyo cod suuragal miya intaan oo dhan hadday ka soo horjeedaan Qorqor markuu sidaa uu yiri lafta Xasan Sheekh wuxuu yiri marka niyow Axmed Madoobe hadda wac buu yiri sameecadana fur maarkayse macnihii wareyso wuxuu dhahayaan dhageysanaya marka Qorqor waa markuu xanaaqayo uu leeyahay oo aniga maarkayse macnihii anoo kula fadhiya in maarkayse Axmed Madoobe aan waco oo maarkayse sirtiisi aad dhageysatid taas ay ku suuroobaysaa maana ay ugu diraysaa macnihii saaxiibkay markii dambe Xasan wuxuu yiri Xasan Sheekh Maxmuud ila fadhiya ma dhahaysidi sameecada fur macnihii wuxuu dhahayo weydii doorashada qof iyo cod maxaa ka qabtaa marka la ku celi anna waa dhageysanaya Qorqor furku tuurtay markuu furka tuurtay markii kadib wuu kacay wuxuu ka soo baxay meeshii uu fadhiyay ee Villa Somalia Xasan Sheekh Maxmuud baa ka soo daba baxay kadib dhigta wax ugu sheegay Qorqor baa dhigta wax loogu sheegayaa anigu marka Xasan markuu Qorqor dhigta wax ugu sheegayo wuxuu u sheegay ma ogi
ومدن بابي كرا كريديد ومجدن كرا لكن هدنا ويسعود اللاتين فردي جيبه يكسر نقدين قارقار مركا وهو عي أحمد مدوبي مركا أنا ما أقول حلو قرحي أحمد مدوبي وعي أحمد مدوبي مركا وعي سمي عدو فري أحمد مدوبي ويدي دور شد قف كي عدا كورن ما أركا يسمعني أديك محاد كأمي سنتهاي حسن ودقي سنة يعني بس أحمد مدوبي وحيرنيو أنا أقول هذا الشباب بان لدير رايا دقال بان أدير قروبي دور شد عس قف كي عدنا ما أركا يسمعني هذا يشرك وقلاه وده تشك قرن أجنديس ما هي إنه دور الشدان يشترك عن جلاء وتشك قرن الدن قرن وما أركه وأنا كشك السنة هاي مركز سيدا سي أوجد معنيه حصل نظامك وحكوده نظام عن قوقن عي ما أهن قرقر مركو أحمد مدو مركو سيدا يري سمع عبد أنا يفرنت هاي حسن شيخ محمود فرت أيو قنيني ولي بفريريدة ما أن فرت مردس هذا ما أن فريريدة وقعنتك قشري ويرق قنيني مركز قرقر يا أحمد مدو هو اسمع سلاميين وقدم بينتي قرقر سي معني الدورة قرقبت بي اللي قصينا يا أكله بيدا بقى إن لادرو سقو كعك جيدا يو هييري مركز قرقر بيدا بقى لادرا يا حدي بيدا بقى وكد جنا وحوي يد واب إدين شغني أو وركوان إدين سيناي صوب تاسو معني إرجال لو قدرا يا لفت جرين ما دام أي صاحب يهين oo macnaheedu waxa la dhiri raba saaxiibo doorasho dadban ka joogso golaha wasiiradana xafariisinin oo macnaheeyaysan burinin ee wixii golaha wasiirada dawladda federaalka ay soo jeediyeen ee ah doorasho qof iyo cod ah in ma arkayse dalka uu galo ma arkayse baarlamaanka hindisa sharciyadkaasina in la geeyo marka horta ma arkayse xalay waxaas ka dhacay villa Soomaaliya lafta gareen iyo xasan sheekh maxamuudna sidaas ay telefoonada isugu dhageysteen waa la isu jaakiray baasho markuu ay karkareysa intaas waa digaysa sida aan filayo hadii koolasha aan isu geeyo ee madaxweynaha Soomaaliya jamcihii 3 jeer uu wacay lafta gareen sabtidii 4 jeer buu wacay sabtida oo dhamaanaysa xalay toole oo hadda isoo galeysana 12 markaa 12 loo geeyay 4 waa 15 loo geeyay 3 18 kool ayuu ku dhuftey telefoonka markii ugu dambeysayna Marwo Samsam Marwada koobaad ee dawladda Maayland ayaa telefoonka ka qabatay Xasan Sheekh Maxamuud markii si telefoonkan qofkii lahaa ma joogo markay tirin Xasan telefoonkiisu u dansaday ana hadda haya way qodobkaas isaga ah waxaan u maleynayaa waanu fahmnay jawhar in suuqa uu gubtay iyadana waa fahmnay madaxweynaha Soomaaliya magaalada Muqdisho suuqa bakaaraha maanta waxa la bilaabay in looga dawarsado oo looga toogsado markayse nimba soo baxay wuxuu yiri madaxweynahi $100,000 aan u ururino gaaja haysa ee markayse aan u kaalmayno marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee markayse markay loo toogsanayay sidaan ayaa loogu toogsanayay laakiin madaxweynaha baahidu waa deyn laada لكن madaxweynaha baahidu waa deyn laada qabuurihii minow gatay badii minow gatay minow gatay markii saasay biyaan minow gatay ceelasha minow meel kasta gatay minow gawaankii oo gatay oo malaayiga oo bakaaraha waa la socotay oo gatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo loo toogsanayo oo lacag loo ururinayo suuqa bakaaraha